شارك طبعا في هذه الدورة في معرض وضبي الكتاب على أساس عرض المنتجات مركز دولي للدراسات الاستراتيجية في هذه الدورة فاعلة. عندنا الكثير من طبعا المنتجات للمركز الدولي، عندنا كتب، عندنا دوريات، عندنا مجلات. طبعا شارك أيضا يمكن للمرة الأولى بمجلة عسكرية متخصصة في مجال معين، بالإضافة لكثير من الكتب اللي تخدم طبعا المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في مسيرته القادمة إن شاء الله. طبعا المعرض جدا ممتاز، يمثل منصة لنا للانطلاق طبعا خارج الدولة وخارج الإقليم، خارج الوطن العربي، وطبعا انطلاقا للعالمية. بالتالي يمكن المعرض هذا يمكن كثير خلق كثير من اللقاءات التواصل بيننا وبين الكثير من الجمهور، بالإضافة إلى الشركاء اللي إن شاء الله نأمل أن نكون وياهم يمكن على في لقاءات قادمة، وفي لقاءات يمكن نشارك فيهم طبعا نشارك المنتجات، بالإضافة طبعا أخذ الكثير من أراهم وشاركتهم إن شاء الله في الكثير من اللقاءات القادمة إن شاء الله.